وما هو الدليل على تقسيم الجن إلى سلفي وغير سلفيين؟ ما هو الدليل على تقسيم الجن إلى سلفيين وغير سلفيين؟ الذي هو موجود حتى في الإنس، موجود حتى ماذا؟ يعني الذين بهم مس ربما يتكلمون بهذا، ربما يتكلمون بهذا ويقولون نحن من أهل السنة، والله المستعان. نعم. وقلنا النحل الموجودة في بني آدم هي موجودة في الجن، فمنهم العلماني ومنهم البعثي ومنهم الشيوعي ومنهم المسلم ومنهم السني. نعم.